هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلم مجموعة جديدة من المتعافين شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة ليهم ضمن مبادرة بداية جديدة. المبادرة دي بتوفر قروض لتمويل مشروعات المتعافين وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق ليهم يعينهم طبعا على أعباء الحياة والإنفاق على أسرهم. وصل قيمة القروض اللي تم صرفها حوالي 5,500,000 جنيه. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك يا فندم وحضراتكم كلكم وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بك. يا اهلا بيك يا فندم. طبعا مبادرة غاية في الأهمية، لكن عايزين في البداية كده تقول لنا رسائل الشباب المتعافين من الإدمان واللي استفادوا من هذه المبادرة. طيب في الأول بس خلينا نتكلم عن المبادرة بشكل عام والهدف منها وأهميتها، لأن يمكن ده اللي هيعكس وهيوري السادة المشاهدين الحجم الحقيقي للمجهودات اللي بتتم على أرض الواقع. يمكن المتعافين من الادمان ومرض الادمان بشكل عام يمكن من الحاجات اللي بتصيب الاسره بخلل وبتضيع جهود الشباب وبتخليهم يفقدوا وظائفهم. فيمكن الخطه المتكامله المحطوطه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان برعايه معالي وزير التضامن الدكتور نبيل القباش دائما كانت بتنص على مرحله العلاج ومرحله ما بعد العلاج. عشان كده بنطرح دائما مبادره اللي هي بدايه جديده، الهدف منها بشكل عام هو التمكين الاقتصادي للمتعافين عشان يقدر يبقى ليهم مصدر رزق ثاني ليهم ولاسرهم يقدروا يعيشوا بيه في المجتمع. يمكن يعني احنا مش بنساعدهم بس على العلاج، احنا كمان بنساعدهم ان هم يندمجوا مره ثانيه في المجتمع من خلال المبادره دي، من خلال بقى القروض اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، ان احنا بندي قروض بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي بلغت قيمتها لحد دلوقتي ما يقرب من 5,500,000 جنيه. ده كمان بالاضافه لمشروعات التدريب المهني اللي ما عندوش امكانيه ياخد قرض، كمان بنوفر لهم تدريبات مهنيه على حرف معينه يتعلموا المهن دي ويقدروا ينزلوا يشتغلوا بيها مره ثانيه في سوق العمل. فاحنا كده بنقدم للمجتمع يمكن نموذج لبني ادم تعافى من ادمان، خلص من مرض مزمن بيبقى معاه لفتره طويله، وفي نفس الوقت كمان بنعلمه ازاي يقدر يعيش في المجتمع مره ثانيه. رحله من يعني مساله التعافي لما بعد التعافي والتاهيل لانه يعود ويندمج تاني داخل المجتمع، جهود كبيره بتتعمل. لكن خليني اسال حضرتك، ازاي بيتم التاكد من حاله انه حصل حاله تعافي علشان نقدر انه نكون مطمنين على مساله توظيف الاموال بعد كده؟ في الحقيقه في بعض الاشتراطات اللي بتتم لاعطاء القروض للمتعافين طبعا بيتم التنسيق معاهم من اول يوم في رحله علاجهم، وبعد ما بيخلصوا الرحله دي يمكن مراحل علاج متعدده، والمدمنين او مرضى الادمان بيقيموا في المستشفيات او في مراكز الشريكه للخط الساخن على مستوى الجمهوريه لمده شهور، فبيتخلصوا بعد كده بيتم كمان متابعتهم في العيادات الخارجيه عشان نتاكد من التزامهم بالتعافي. وبقى بيبقى في شويه شروط كده بنحطها بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي عشان نتاكد ان هم يستحقوا الحصول على القرض ده. طبعا بعض الشروط باختصار عشان ما اطولش على حضراتكم، ان هو يكون متعافي لمده لا تقل عن 10 اشهر، يكون ملتزم خلال ال 10 اشهر دول بالمتابعه في العيادات الخارجيه في الجلسات اللي بتتم بشكل اسبوعي في المستشفيات، وبعد كده كمان ان هو يكون ملتزم طول هذه الفتره. وبقى بننسق مع بنك ناصر بقيه الشروط الاداريه اللي بتختلف مع الوقت، ولكن الشرط الاساسي ان هو يكون متعافي وملتزم معانا عشان نتاكد من تعافيه. عظيم. طب ده خلال العشر شهور زي ما حضرتك قلت، او يكون متعافي بقاله 10 شهور. طيب احنا خلاص ادينا له القرض والراجل عمل مشروع، هل بيكون فيه متابعه؟ طبعا بالفعل احنا بننسق معاه بعد حتى ما يستلم القرض كيفيه السداد، وبنتابعه اول باول عشان نتاكد ان هو قادر يدير المشروع بتاعه وعشان ما يرجعش تاني برضه. بالظبط، لان احنا حتى هو يعني حتى بعد ال 10 شهور لما بيخلصوا هو مش بينقطع عن الصندوق، هو حتى برضه يمكن الادمان عشان الناس تبقى عارفه فكره عنه ان هو العلاج والجلسات بتاعته بتمتد لفترات طويله يمكن تمتد لسنوات، ان هو بيفضل موجود معانا في المستشفى، فهو كده كده متواجد معانا، احنا بنتابعه على المستوى العلاجي وعلى مدى التزامه بالتعافي والبرنامج العلاجي اللي هو اصلا ماشي عليه من اول ما دخل المستشفى، وكمان بنتابعه في الجوانب حياته كلها بما فيها الاجتماعيه والاقتصاديه، يعني احنا بنتابعه حتى على مستوى الاسري وعلى المستوى المادي، احنا مش بس بنديله القرض ونشوف هو سدد القرض ولا لا او ماشي فيه كويس او لا، احنا كمان بنعمل جلسات توعيه اسريه لاهله عشان خاطر كمان تبقى العلاقات اللي هي حواليه برضه ما بقاش في مصدر ضغط ممكن يرجعه تاني، فاحنا بنحاول نواجه القصه من كل الجوانب على مستوى الشخص الاول بعد كده على مستوى الاسره.
صحيح يا دكتور، وعايز اسال حضرتك هل في مشروعات بعينها بيدعمها الصندوق، او يعني بيكون ده بالنسبه لكم هو الاحسن لحد متعافي من الادمان؟ المتعافي بيطرح الفكره اللي هو حابب يعملها او اللي هو عنده خبره فيها، واحنا بننسق مع البنك، لان هو المتعافي بيتم عمل زي دراسه جدوى للمشروع ومدى نجاح المشروع، او يعني توقعاتنا بالنسبه للمشروع اذا كان هينجح ولا لا. فما فيش مشروع مفضل بعينه، ولكن دايما بيتعمل دراسه جدوى للمشروع عشان نعرف ايه هي احتمالات نجاحه. والحمد لله لغايه دلوقتي كل القروض وكل المتعافين اللي اخذوا القروض ماشيين في السداد بشكل يعني في انتظام وفي التزام، ولغايه دلوقتي ما فيش اي نسبه تعثر او عجز في سداد القروض. عظيم. طيب دكتور، كل قد ايه بنقيم؟ يعني كل قد ايه مثلا بنشوف هل في دفعات جديده مثلا من المتعافين هيتم اعطائهم قروض؟ الساده الاخصائيين النفسيين او المعالجين للمتعافين في المستشفيات هم اللي بيتابعوا ده اول باول، وهم اللي بيبلغونا لو في حد من المتعافين تنطبق عليه الشروط وعنده رغبه ان هو ياخد القرض ده بيقدم، واحنا بعد كده بنراجع الورق ونشوف مدى احقيته او استحقاقه لهذا القرض. وكمان برضه خلينا ناكد على فكره ان هو مش القروض بس، ان هو كمان احنا عندنا المشروعات التدريب المهني اللي بتتم مع وزاره الصناعه والتجاره، عشان خاطر اللي مش عايز ياخد قرض او ما عندوش رغبه في ده، احنا كمان بنعلمهم مهنه يقدروا يمتهنوها في السوق، ونديهم شهادات معتمده للمهنه دي عشان لو حب يقدم في اي شركه او في اي مصنع يبقى معاه مهنه يقدر ياكل منها عيش. طيب دكتور هشام، وحضرتك بتتكلم عن الاخصائيين النفسيين، الاثر النفسي لمساله المبادرات اللي زي دي، سواء القروض اللي بياخدها المتعافي من الادمان او مساله انه ندربه على حرفه ما، الاثر النفسي اللي ده عليهم عامل ازاي؟ خلينا برضو ناكد ان دي من اهم الحاجات اللي بتدعم التعافي وتحافظ على استمراريته. انا كنت قلت لحضراتكم في البدايه ان يمكن الادمان يعني بيدمر الفرد بشكل عام، وكمان بيصيب الاسره بخلل كبير. يمكن الضرر ده بيبان فعلا ان هو بيفقد وظيفته، وفي منهم كمان للاسف ما بيبقاش قادر يرجع لنفس الوظيفه القديمه لان هي مش مناسبه للبرنامج اللي هو البرنامج النفسي اللي هو ماشي عليه. فالحاجه اللي بتثبت التعافي الجد اللي احنا بنشوف ليها اثر، عشان كده معالي الوزيره دكتور نيفين القباش ودكتور عمرو عثمان مدير الصندوق دايما بيقولوا اهتمام لهذه القصه، لان هي فعلا من اكثر الحاجات اللي بتثبت التعافي وبتنميه وبتحافظ عليهم من الانتكاسه مره ثانيه، لان احنا عملنا مجهود مع الناس دي، الناس دي تلقت خدمه جيده جدا في مراكز الشركه اللي هي صندوق مكافحه وعلاج الادمان، فعشان نقدر نحافظ على ده وما ننتكسش مره اخرى، لان للاسف الادمان يعني كما حاله في حال جميع الامراض النفسيه هو عرضه للانتكاس، فعشان نحمي المتعافي بتاعنا وثمره المجهود اللي بتتم معاه احنا بنعمل الدعم الاقتصادي عشان نثبت التعافي. يمكن دي من اكثر الحاجات اللي فعلا بتساعد على دعم التعافي. طبعا المسانده كمان يا دكتور، ان هو يحس ان انتم معاه بتدعموه نفسيا. طبعا مش فقط بنقدم قروض او بنساعد. خلينا برضه نوضح ان العلاج بيتم في صندوق مكافحه وعلاج الادمان بالمجان بالكامل وبسريه تامه، فكون ان المريض من اول يوم خد دعم وفرصه للعلاج بالمجان بالكامل ما دفعش فيها اي حاجه، وبعد شويه بنساعده عشان يفتح مشروع، خلينا نقول ان المتعافي بيبقى حاسس ان في مساعده هنا غير مبرره او غير مشروطه، او ان احنا مش عايزين منك اي حاجه غير ان انت تبقى شخص كويس ومنتج وفعال في المجتمع. فيمكن معظم المتعافين بتوعنا بيلمسوا ده، ان احنا بنساعده ومش عايزين منه حاجه غير ان هو يبقى انسان وشخص كويس. صحيح يا دكتور. دكتور هشام جمعه، اخصائي علم النفس وعلاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان، واشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.